بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بمناسبة عيد الغدير الأغار، الذي في الواقع صادف يوم أمس عيدا مباركا وحادثة مهمة في تاريخ الإسلام. وتكلم العلماء والمفكرون والخطباء والأساتذة عن أهمية هذا اليوم، يوم الغدير، ولا بأس أن أشير إلى نقطة في هذا المجال في بداية هذه الحلقة. أيها الأحبة، البعض يتصور أن قضية الغدير قضية شيعية بحتة، وهي ترتبط بالطائفة الشيعية، وترتبط بالذين ينتمون لعلي بن أبي طالب في المنهج وفي الأحكام، ويتصوروا أن القضية في واقع الحال قضية طائفية أكثر مما هي قضية دينية، وهذا كلام لا يمكن أن يستقيم ولا يمكن أن يقبل، وذلك بحسب الآيات الكريمة في هذا المجال والروايات الشريفة في هذا الصدد. الروايات كثيرة جدا إنصافا، وهذه الروايات من الفريق الآخر، يعني من علماء السنة ومن كتبهم المعتبرة. الروايات في كتبهم وفي طرقهم لا تقل عن الروايات التي في طرقنا وفي كتبنا نحن الشيعة. تبين تلك الروايات على أن قضية الغدير كانت قضية جوهرية، تبين على أن ولاية الله والخلافة الإلهية في الأرض لا يمكن أن تكون بدون تنصيب علي بن أبي طالب، والآيات الكريمة أكثر وضوحا في هذا المجال. الآيات الكريمة لما نذهب إلى علماء التفسير وإلى فقهاء التفسير عندما يتكلم عن هذه الآيات التي ذكرناها في مناسباتنا العديدة، نقول ما هو سبب نزول هذه الآيات؟ يقول هذه الآية نزلت في واقعة الغدير خم. ما هي الآيات؟ الآية التي أنتم الآن أكثر على حال أكثر وقت سمعتوها في هذه الأيام، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. شوفوا، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني هذه شغلة الآن حصلت، وتبليغ قضية جوهرية تحققت ولا بد من تبليغها، وإذا لم تبلغها يا رسول الله، إذا لم تبلغها فأنت كأنما لم تفعل شيئا. واقع الحال يظهر من هذه الآية الكريمة أن واقعة الغدير وقضية الغدير لا تقل أهمية عن بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أعظم حدث في تاريخ البشرية هو بعثة النبي، أن النبي بعث للرسالة، وهذه البعثة التي هي في الواقع شرف الله الأمة برسول الله صلى الله عليه وآله وبالإسلام. هذه البعثة التي هي أكبر حدث يمكن أن يكون للبشر في تاريخ البشرية بشكل عام، قضية الغدير لا تقل أهمية. شلون ما تقل أهمية؟ أليس هذا، بعض الأخوة قد يقول هذا
نوع من التطرف، يعني نوع من حسب تعبيرنا نوع من المبالغة. لا يا إخوان، الآية شوفوها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فيها مخاطر طبيعة الحال، تبليغ هذه القضية فيها مخاطر، في معارضين، في منافقين، في أشخاص ما يقبلون، أشخاص ما يقبلون. ذاك الرجل واحد من الصحابة يذكر التاريخ اسمه، أنه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله ولاية علي بن أبي طالب وأخذ البيعة من الناس، إجا قال: يا رسول الله، يا رسول الله، أمرتنا بالرسالة فقبلنا، أمرتنا بالصلاة فصلينا، أمرتنا بالصوم فصمنا، أمرتنا بحج بيت الله فحججنا، الآن تأمرنا على أن ندين ونبايع ابن أخيك علي، فهل هذا منك أو من الله؟ بشكل واضح، فهل هذا منك أو من الله؟ هاي قضية خاصة لو لا موجهة من قبل السماء. رسول الله قال: إنما هو من الله، الله قال لي بلغها. فش قال له؟ الآية معروفة: إن كان هذا، اللهم إن كان هذا من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يعني ما تحمل، قال هذه إذا قضية من عندك يا ربي ارمينا بحجارة وخلصنا، ما تحمله. الله سبحانه وتعالى يقول له: والله يعصمك من الناس، لا تخاف يا رسول الله. قضية على حال بها معارضة وبها مشاكل، بس هي هاي قضية لابد تكون بهالشكل هذا. وبعدين الآيات تقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شوفوا الإتمام الدين وكمال كمال الدين وتمام النعمة بولاية علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. القضية مو قضية طائفية أو قضية شيعية، بقدر ما هي قضية من صلب الدين، من صلب الدين. والآية التي نزلت أيضا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. الكفار يئسوا بقضية ولاية علي. شلون الكفار يئسوا؟ لأنه كان يتصوروا أن النبي سيموت والقضية على حال يلعبون بها كما يشاءون، ولكن الله نزل ضابطة قاعدة ومنهج أنه بعد رسول الله علي وبعد علي ولده الحسن. هذه المنهجية وهذه الضابطة التي أصلها الإسلام للمسلمين، هذا جعل اليأس في قلوب الكفار. فأيها الأحبة، أيها الأصدقاء، لا أريد أن أستغرق الوقت في هذا الأمر، فإن قضية الغدير قضية دينية ليست طائفية وليست شيعية، وإنما من صلب الدين، والروايات في هذا المجال كثيرة. قام الإسلام على خمس أركان. الإسلام قام على خمسة أركان: على الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية. والولاية يعني الصلاة والصوم وزكاة وحج، هذا كله مطلوب، ولكن الولاية وما نودي يعني والإنسان لا يسأل يوم القيامة كمثل ما نودي بالولاية. الولاية الإلهية أساس الدين إنصافا، وهذا يعني الانتماء. هذا يعني انتماء. أنت لما تقول أنا مسلم يعني أنت منتمي، والانتماء يشكل هوية الإنسان. أنا شلون يسموني مسلم عندما أنا في الواقع أتلون بلون الانتماء اللي قمت به؟ واضح شلون أصير مسلم أنا يا أخوان؟ واقع شلون أصير مسلم؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا صحيح، هذا طريقة وألفاظ يعلن الإسلام، يعلن الإنسان أنه أسلم. ولكن الإسلام له مجموعة آداب، مجموعة أحكام، مجموعة ضوابط، إذا ما يلتزم بها الإنسان هذا مو مسلم. الإسلام
أو المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، شوفوا، أو أن الإيمان إيمان المرء ماذا؟ في أمرين مهمين: صدق الحديث وأداء الأمانة. فأن شلون أسمي نفسي مسلم ولكن أتعاطى الخمرة والعياذ بالله؟ رواية عجيبة شفتها وأحب أن أذكرها لكم، رواية عجيبة. أمير المؤمنين يقسم بالله. إخواني، ليش يقول أمير المؤمنين هالكلام هذا؟ علي بن أبي طالب لماذا يقول هذا الكلام؟ حتى يبين عظمة قبح الخمر اللي الآن للأسف صار الخمر كأنما على حال يتعاطونه في المجالس وفي الأعراس وفي القعدات والمهرجانات كأنما قضية عادية. أبيني شي يقول، اسمعوا روايته شقد جميلة. يقسم بالله، يقول: فوالله لو، اسمعوا جيدا، لو سقي زرع بقطرة من الخمر، يعني حسب تعبيرنا قاع 10 دوانم ومزروعة بالحنطة، قطرة واحدة من الخمر ألقيت في هذه الأرض، أمير المؤمنين شوف شي يقول، يقول: لو سقي زرع بقطرة خمر فوالله لا آكل حبة من تلك الحنطة بسبب تلك القطرة من الخمرة. يدي يقول لك شقد عظيمة قضية قباحة الخمر. أنا إذا كان الخمر هلقد قبيح وهلقد حسب تعبير مذموم، الناظر إليه الحامل الخمر، الناظر إليه العاصره مشتريه حامله حامل الخمر، الجلوس على مائدة فيها خمر فيها كذا وكذا من التبعات، ولكن أنت كمسلم أو أنت كشيعي تجي تتعاطى الخمر، هذا شلون حسب تعبيرك كيف يمكن أن ينسجم؟ شلون ينسجم؟ واحد يقول سيدنا حرية شخصية، هاي كلمة حرية شخصية هواية لطيفة، أريد أبين قضية انتبهوا إلها. شوفوا إخواني، في قضية الانتماء ماكو شيء اسمه حرية شخصية. يعني شنو؟ أجيب لكم مثال حتى تتضح القضية. أنت كموظف في دائرة، لما توظفت في دائرة أنت مسؤول على أن تكون أول الدوام بنمط معين، بملابس معينة، بهيئة معينة، بشكل معين، تحضر في وقت الدوام وتطلع آخر الدوام. فهل يستطيع الموظف أن يجي بملابس النوم إلى الدوام؟ يقولون لا. ليش لا؟ حرية شخصية، أجي للدوام بملابس النوم، أجي للدوام مثلا بهيئة أخرى، حرية شخصية. يقول لا سيدنا، ما دام موظف، الموظف لابد أن ينضبط بقرارات الوظيفة وقوانين الدائرة، مو شكله لا. لأنك موظف، لأنك انتميت إلى هذه المؤسسة، لأنك انتميت إلى هذه الدائرة، لابد أن تنتظم بانتظامها. ماكو شيء اسمه حرية شخصية. يقول لك أنت لما تركب الطيارة خلاص لا تشرب سيجارة. يقول لا، أنا حرية شخصية لا أشرب. يقول حبيبي، حرية شخصية خارج الطائرة، أنت في الطائرة ما مسموح لك. فالإنسان لما ينتمي إلى شيء، لما يدخل في منظومة معينة، بعد ماكو شيء اسمه حرية شخصية. أنت مسلم؟ نعم مسلم. المسلم لا يكذب، المسلم لا يخون، المسلم لا يشرب الخمر، المسلم لا يأكل الربا. سيدنا، أنا بكيفي أريد أنطي فلوسي بأرباح، وهي حرية شخصية. أخي الكريم، ما دمت مسلما فالربا حرام، حيث رب العالمين يقول: أحل الله البيع وحرم الربا. حرم أو كانت في سفر تبدأين بمشروع أو تنتقلين إلى بيت آخر، انتقالك إلى بيت آخر وما إلى ذلك لا إشكال فيه، فنقل المكان أو نقل إلى بيت جديد للسكن فيه أو افتتاح محل أو بداية مشروع أو سفر أو ما إلى ذلك لا إشكال فيه، سواء كان في محرم أو كان في سفر أو ما إلى ذلك. نعم، مظاهر الفرح من باب مواساة أهل البيت
في مصائبهم الأفضل إنسان لا يسوي احتفالات أو شيء من هذا القبيل، لأن ما يتناسب مع مصائب أهل البيت في محرم. واضح إن شاء الله تعالى. نعم، اتصل آخر. نعم. السلام عليكم سيدنا. أنا زوجي داخل بمشروع عمل هو وأخوه، فهذا المشروع فشل، ما تجيهم ناس، فبقى زوجي قاعد. قلت له روح بيع ذهبي واشتري بي سيارة، فهو راح باعه ب3 ملايين. أخوه قال اعطيني أنا ذني 3 ملايين وأنا اشتري لك سيارة. هو أخذ الفلوس وذبهن على الشغل مالتهم، وإحنا بندري لا أنا ولا زوجي. فبعدين ورا شهر شهرين كسان قال لها وين السيارة وين السيارة، قال آخر شي والله ذبيتها على الشغل. طبعا إحنا تفاجئنا أنا وزوجي وانقهرني، وهسه أريد الفلوس يقول ما أنطيكم إياها بعد راهن. زين شنو الحكم؟ أنا أريد ذهبي، لأنه أنا نيتي على موت سيارة، مو نيتي غير شي. فشنو الحكم، حلال حرام؟ هذا أعتقد البصمة سبق وأن استمعت لها أنا وأجبت عليها، ولكن أجيب عليها مرة أخرى. شوفي أختي الكريمة، تصرف زوجك بمال الذهب اللي أنت أعطيتيه تصرف غير صحيح. أنت زوجتك باعت الذهب حتى تشتري سيارة تشتغل، أما تتاخذ هاي الفلوس تعطيها إلى أخيك، وأخوك يتصرف في هذا المال بشكل غير على حال مسؤول، وما سألك وما استأذن من عندك، هنا الزوج هو الضامن. الزوج هو الضامن، لازم يضمن هذا المقدار من المال إلى زوجته. تقول زين أخوه شنو؟ أخوه على أي حال ما كان المفروض أن الأخ يعطي المال لأخيه. بس الأخ شلون ضغط عليه، شلون أخذ من عنده، هذه أمور أخرى، ولكن شرعا أنت مسؤول على أن ترجع الفلوس إلى زوجتك، لأن هاي فلوس أمانة على أن تشتري سيارة وتشتغل فيها. أما تصرف فيها تعطيها لأخيك بهذا الشكل، هذا ما مسموح ولا يجوز، وأنت ضامن. أنت ضامن. زين الأخ ضامن له الزوج، الزوج ضامن، الزوج ضامن لزوجته. أما الأخ ذاك على حال حسب تعبيرنا يقول أخوي هو اللي أعطاني إياه، ما دام أعطاني إياه هو مأمن بيه، فما دام مأمن بيه بعد أنا، يعني هاي قضية الأخ تصرف كلش غلط وكلش على حال مخالف للائتمان والأمانة، فالزوج يضمن هذا المال لزوجته. نعم تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. عندي بيتي إمارة كبيرة بالعمر. نعم. لا أصلي لا أصوم من شبابها لحد الآن، ولدها يصيحون عليها يقولولها صلي صلي تورات حساب تورات الله، وهي تقول انتم مالكم علاقة بي لا انتم لا تدخلون، وهي مرات بينها وبين روحها يعني تصوين تقوم تبكي تقول انا وراي حساب انا وراي الله وما صلي كل هذا ما صلي، بس هي واعية وتفتهم. زينها شنو حكمها؟ شوف سواء جدتك الكبيرة بالسن أو أخوك الصغير بالسن، هذا كل واحد مسؤول عن نفسه، كل واحد مسؤول عن نفسه. يوم القيامة يسأل الإنسان عن عمله ولا يسأل الآخر، يعني لا يسأل الأولاد عن فعل آبائهم ولا تسأل الزوجة عن فعل زوجها، كل واحد سيسأل عن فعله، كل إنسان مسؤول عن أعماله. جدتك غير ملتزمة، ليش ما ملتزمة؟ بعد على أي حال هي إنسانة متمردة، وستسأل يوم القيامة وتعاقب وتحاسب. تقعد تبكي ما يفيد، بكي شنو؟ البكاء ما يفيد، قومي توبي إلى الله وصلي، توبي إلى الله وصومي. أما أنه أنت تارك الصلاة والصوم اللي هو عماد الدين، عماد الدين الصلاة، قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، وإنت ما تصلين إذن شلون مسلمة أنت، شلون متدينة؟ فستحاسب هذه الجدة يوم القيامة، وبكائها ما يفيد، والندم ما يفيد. هذا الندم يحتاج إلى الإنسان أن شنو؟ أن يبدأ بالعمل
في طاعة الله، أما البقاء أنا نادمة ولكن عاصية، هذا ما يشفع لنا شيء يوم القيامة. نعم نعم تفضلوا. مولاي العزيز السلام عليكم، مساك الله بالخير والعافية. شلونك سيدنا الغالي؟ سيد بلا زحمة عليك، أنا مديون دا أمر بأزمة مالية، يعني عندي عمل وصارت أكون انتكاسة بالعمل، حاولت أخذ قرض يعني للمصاري العراقية، كل شيء هواي بيها يعني تعقيدات، والنوب سدوها ولغوها وإلا موظف ما أعرف شلون، يعني الموضوع صار كلش طويل. بس أنا عندي حل إنه أتوجه للسي إتش إف، يمنى وكيل السيد السيستاني يقول بأنه أكو بي إشكال، بس لتتأكد من جنابك الكريم، يعني أنا حيل متوازي بدون زحمة عليك، بروح السيد الوالد ترد عليه، كلش متضايق يعني ما عندي حل، والداعين الناس وفشلة يعني فشلة. شوف حبيبي العزيز، العمل بالدنيا هي هذه، مرة تربح مرة تخسر، مرة تفشل مرة تنجح، الدنيا هي هالشكل، الدنيا هي هالشكل، والإنسان لابد أن لا ييأس، طاح يقوم مرة ثانية يحاول أن يمشي، فشل يحاول أن ينجح، خسر يحاول أن يبدأ من جديد إن شاء الله تعالى، فلا تيأس ولا تتأذى، شأن الدنيا هي هذه. أما تقول أنه الناس طلابة ويطلبوني ويحرجوني وأنا شنو أسوي في ضيق جدا، هنا في واقع الحال لا إشكال، لا إشكال في أخذ القروض من الدولة، حتى لو كانت الدولة تأخذ أرباح، حتى لو كانت مصارف الدولة تأخذ أرباح، ما في إشكال لأخذ هذه القروض وأدائها. تقول أكو مشاكل كثيرة ومعقدة، هذه بعد ما أعرف يعني مسائل إدارية ما أعرف، ولكن عموما السي اتش اف أو غير سي اتش اف، هذه إذا كانت، اسمعوا جيدا، إذا كانت هذه الجهة اللي تنطي قروض هي جهة عامة يعني دولية وليست لأحد أو ليست لأشخاص، وإنما هي جهة عامة ودول مشتركة أو مجموعة من الشركات، أيضا ما في إشكال، أيضا ما في إشكال إنسان يأخذ قرضة من عندهم وينوي أن ما يطي الربح، ولكن هم يأخذونه ما في مشكلة ما دامت جهة عامة وليست جهة أهلية خاص. نعم نعم. السلام عليكم سيد. عليكم السلام. سؤال، زوجي دوم دا يتعارك وياي، يعني ما حاسبني أنا مرة إليه، كل ما يحكي وياي ويقول لي أنت كلش خدامة بالبيت يعني وتعبت وأكثر أشياء يعني ما أريد أنا يسويها وياي، فكل ما يتعارك وياي أراضي أنا، كل ما يتعارك وياي أراضي أنا، بس بالأخير تعبت من عندان فقمت أعزل فراشي عنه، هل جائز هذا إلي أم لا؟ السؤال عليه حال كثير ما نسأل هذه الأيام، أنه الزوج يتعامل مع زوجته تعاملا سيئا، التعامل السيء بمعنى المعاشرة غير الصحيحة، معاشرة غير الحسنة، شجار وضرب وإهانة وتذليل وتسفيه، هذا كله ما يجوز، ما يجوز للرجل أن يهين زوجته، ما يجوز للرجل أن يضرب زوجته بدون أي مبرر، وإهانة الزوج عليه حال منهي عنها في الإسلام، والرسول صلى الله عليه وآله ينهى عن ذلك بشكل كبير، فلذلك معاشرة الزوج لابد أن تكون معاشرة حسنة، والقرآن الكريم يقول وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، العشرة بالمعروف كيف؟ ضرب؟ لا، إهانة؟ لا، فهذا الأخ يعني محاسب يوم القيامة على هذا الفعل. تقول أنا كثير من الأحيان أسامح، كثير من الأحيان أتجاوز عن الأخطاء اللي يسويها والإهانات اللي يقوم بها، ولكن هو يعتبرني خدامة ويقول أنت خدامة لست إلا، هذا يظهر الأخ ما مرتاح مع زوجته، يعني عنده مشكلة مع زوجته، لابد الواحد يقعد وياه ويسولف معاه، ولكن أنت تقولي أنا تركته لأنهم أذيني وأنا عزلت الفراش، هنا في واقع الحال إذا كان الرجل، إذا كان الرجل سيء مع المرأة والمرأة تريد على حال حقها، تريد حقها يعني ما يصرف عليها يأذيها يضربها، هنا يجوز لها أن تمتنع حتى يرجع إلى الله، حتى يعدل، حتى يحسن علاقته. نعم
الهجران، هجران الزوج على حال لأخذ الحق أو لبيان الظلامة، هذا لا إشكال فيه، ولكن لابد أن تطرحين هذا الأمر إلى أهلك، تطرحين هذا الأمر إلى كبار العائلة حتى يحلوها، ولا تبقى الحياة هالشكل، هذه ليس الصحيح. الله يبارك فيكم. نعم. السلام عليكم سيد ورحمة الله وبركاته الواسع. أريد أسأل سؤال، هو كيف أن أرى إمام من الأئمة المعصومين أو الأنبياء في عالم الرؤية، يعني في المنام، يعني أتمنى أراهم أو يجوني بالحلم أو بالرؤية، بس أكو شروط، وشنية هاي الشروط؟ نعم أم علي، تفضلي أم علي. نعم تفضلي. ألو سيد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيد أنا عندي سؤال، أنا أخذت ذهب بنتي والزوجة هي، وأخذت ذهب هي زوجت بها أخوها، وأنا ما عندي إمكانية، زوجت بها أخوها فبعت الذهب بعدين، يعني أنا ما عندي، عندي أيتام وما عندي، حالتي ضعيفة كلش. يعني شلون تاخذين ذهب بنتك وتروحين تزوجين اخوه؟ اي زوجت اخوها بالذهب وهي ما راضيه؟ لا هي انطتني اياه من رضاتها، بس هي بعدين قالت لي، طالبتني بقالت لي اريده، هي انطتش اياه بعنوان يعني زوج بيها اخوها ورجعها لها. يعني قرضه، اخذتيها قرضه. اي بلي بلي. بس انا احتاجيت، يعني ما عندي فد مره كلش، ما عندي، انا عندي ايتام وان بلي، واضطريت بعته. واضح. بعت وما قدرت يعني أوفيها ذهبها. واضح يا أم علي، حياك الله. واضح واضح. أبو حسين تفضل. أبو حسين. أبو حسين تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، بارك الله بكم. سيد أنا دوام 14 من بالشهر، المسافة بعيدة. صوتك يتقطع يا أبو حسين. إيه يعني بعدت عن السفينة. دوامك 14 يوم بالشهر. نعم نعم. كم كيلومتر عن بيتك؟ مسافة مو محدودة، بس ما في، يعني أبعد مسافة شرعية، بعيد من المسافة الشرعية. شقيت حبيبي، شقيت كم كيلو؟ أنا أقرب شيء 50 كيلو إلى 60 كيلو. 50 كيلو. 14 يوم تروح للدوام و14 يوم بالبيت؟ نعم 14 يوم بالبيت. فأنا أعتبر نفسي كثير السفر، يعني حتى من أروح للزيارة، من أروح أسافر لقرايبي، أما أعتبر صلاتي تمام. أقول كم سنة صار لك على هالحالة هذه؟ والله يعني 20 سنة في 20 سنة صار لك في مكان واحد عملك؟ في مكان لا واحد. لا بس مكان، هو أنا متنقل، يعني يحاضروا على التليفون، يروح مكان مكان، يروح مكان مكان، يروح مكان مكان، حسب الحاجة تعمل. يعني مختلف، مكانك مختلف. مختلف، ما عندي مكان ثاني، ما عندي مكان ثاني. حياك الله حبيبي، حياك الله، يعطيك العافية. إخواني الأخ إذا أكو اتصال له أجاوب جيد. أرجع إلى أم علي، قالت أنا أخذت ذهب بنتي وزوجت بهذا الذهب أخوها، وبيتها متزوجة، طبعا بيتها متزوجة، قالت أدي زوج أخوك وكذا وانطيني ذهباتك وأنا إن شاء الله أرجعها. أخذتها بعنوان قرضة حسنة، وباعت الذهب وزوجت ابنها اللي هو أخو هذه صاحبة الذهب، تقول أنا ما عندي أرجع لها، وهي طالبني تقول ماما رجعي لي، أنا ما عندي، شنو اللي أسوي؟ شوفي أختي الكريمة، القرضة الحسنة، القرضة والدين، الإنسان لما يعطي دين لواحد أو يقرض واحد بشيء لازم يتحمل، يتحمل على أنه إذا ما قدر يرجع له، إذا ما قدر كذا، فلازم ينتظر، وما تقدر بنتك أن تفرض عليش إلا الآن ترجعي، وما عندي ماما أنا، شنو اللي أسوي؟ إن شاء الله إذا الله سهل أرجع لك. فالإنسان لما يأخذ قرضة حسنة وما يقدر يرجعها، فالقرآن الكريم يقول فنظرة إلى ميسرة، فنظر يعني انتظروها،
إلى ميسرة، إلى أنه الله ييسر عليها. فأنت في الواقع يا بنتي لا ما تقدرين تفرضين على والدتك أو تحتمين على والدتك، وهي أخذت تزوجت أخوك، يعني حصنتها من الفساد، حصنتها من الانحراف، وأنت مثابة بلا أشكال. هاي البنية اللي أنطت ذهبها مثابة، الله يأجرها أجر عظيم، لأن أقرضت في سبيل الله قرض حسنة حتى تزوج أخوها. نعم يبقى بذمة الوالدة، شو وقت ما الله سبحانه وتعالى أنطاها لازم ترجعها. واضح إن شاء الله؟ جيد. الأخ أبو حسين يقول أنا أداوم 14 يوم في واقع الحال ليس في مكان واحد، 14 يوم مرة هنا مرة هناك مرة كذا في أماكن مختلفة، بس 14 يوم أنا برا البيت، 14 يوم برا البيت، و14 يوم أنا في البيت، وعلى 20 سنة هذا الشغل. شوف أخي الكريم، أنت إذا كان عندك هالطريقة هذه، وهي أنك 14 يوم في حالة سفر، في حالة سفر جاء أكرر، يعني يوم هنا يوم هنا يوم هنا يومين هنا ثلاثة أيام هنا، أنت كثير سفر. ما دام كثير سفر فصلي تمام في كل مكان، سواء للزيارة أو للتسيارة أو للعمل أو للسياحة، أي مكان تروح لازم تصلي تمام والصوم، لأن يعني أنت كثير سفر. صار واضح حبيبي؟ جيد. الأخ صاحب البصمة قال أريد أشوف الإمام المعصوم في الرؤية. حبيبي الكريم، يعني لا بأس الإنسان على أي حال يأمل أن يشوف الإمام المعصوم أو يشوف النبي في المنام، هذا شيء جيد، ولكن شنو الهدف من وراء هاي الرؤية؟ شنو شو تريد يعني؟ تريد تشوف النبي يعني؟ زين، رؤية النبي أو رؤية المعصوم حسب بعض المجربات وبعض الروايات الضعيفة، طبعا مو روايات على حال معتبرة، أنه إنسان يسوي بعض الآداب، يتوضأ وينام على باتجاه القبلة، ويكون نوم على وضوء وينام باتجاه القبلة، ويقرأ بعض الأدعية ويقرأ بعض الآيات، عسى أن يرى الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله. ولكن عموما أنا كأخ يعني بالنسبة لك أقول لك حبيبي، أنا بدل ما أتمنى أشوف الإمام لابد أن أتمنى أن أطيع الإمام وأعمل بأوامر الإمام. أنا كما أتمنى أشوف النبي الأعظم لابد أن يكون أنا صادق في كلامي وأمين في أعمالي، لأن النبي كان هو الصادق الأمين. فإحنا نخلي نتبع أئمتنا بالعمل، وليس ضرورة وليس بالضرورة أن أشوفها في المنام أو ما أشوفها في المنام. الله يبارك فيك. نعم تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. العفو، أسأل على صلاة النيابة عن الميت، هل يجوز صلاة كل ما فاته عمدا أو غير عمدا؟ يعني أكو صلاة عن مريض ما قدر يصليها، أو كلا ما كان يصلي بحياته أبد ومن مات، يجوز صلى عنه نيابة يعني؟ وشكرا. سؤال الأخ مو واضح، سؤال الأخ مو واضح. هو يسأل هذا السؤال، أنه الصلاة بالنيابة عن الميت هل لازم تكون صلاة اللي تركها عمدا أو تركها نسيانا أو جهلا أو سهوا؟ تدرون الناس اللي ما يصلون مرة عمدا ما يصلون، مرة لأنه ناسي ما صلى، أو لأن كان نايم ما صلى فترك صومه صلاته لعذر نسيان أو جهل أو ما إلى ذلك. الأخ يسأل أنه الصلاة بالنيابة واجبة على كل تقدير. سؤالك ليش مو واضح؟ لأن الإنسان مرة يسأل أن أنا أريد أصلي عن شخص ميت بفلوس، أنطوني فلوس، قال يا أبا هذه فلوس صلي عن الميت. الفلوس لما أصلي أخذ فلوس أصلي عن الميت، بعد ما يهمني أن ترك عمدا ترك جهلا ترك عذرا أو ترك بدون عذر، أنا ما أخذ فلوس إذا أصلي، أنا أجير. فالصلاة الإجارة والصلاة بالنيابة عن الميت بأجرة بعد ما يفرق تكون هاي الصلاة متروكة بالعمد أو غير عمد، هذه قضية. مرة لا، أنا الابن الأكبر أريد أنقضي عن والدي،
الابن الأكبر يقضي عن والده، هل يجب على الولد الأكبر أن يقضي عن والده كل صلاته حتى لو كان عمدا تاركها؟ الفقهاء يختلفون، الفقهاء يختلفون، قالوا الصلاة اللي والده تاركها عمدا واجب على الولد الأكبر أن يقضي عن والده. الولد الأكبر يقضي عن والده في الصلاة اللي تركها جهلا أو نسيانا أو لعذر، مو أنه ترك عصيانا. فإذا فرق ما بين الصلاة بأجرة أو الصلاة من قبل الولد الأكبر للقضاء عن والده. واضح إن شاء الله؟ نعم، تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، جزاكم الله ألف خير سيدنا. عندي ابني عمره 3 سنوات سيدنا، هذا متعلم يسمع قناة كراميش للأطفال. هذا القناة تدري سيدنا يطلع بها أغاني أطفال بها موسيقى، هل لنا ذنب بهذا الفعل؟ يعني إحنا مذنبين ما مذنبين؟ لأن هذا متعود على هل القناة وما يسكت، ما يقعد إلا يسمعها. شوفوا يا أخي الكريم أيها المتحدث العزيز، ابنك هذا 3 سنوات طبيعة الحال ما طلع من بطن أمه وهو مرتبط بقناة الفلانية أو بالأغاني الفلانية. هذه إحنا أنشأناه بهالطريقة، إحنا خلينا أن يكون بهالشكل هذا، فالإشكال من عندنا نحن. لذلك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول العلم في الصغر كالنقش في الحجر، أو العادات التي يقوم بها الناس، هاي العادات تأتي من التكرار. فإذا أنا في الواقع سكتت ابني أو خلصت من مشاكله وخلصت من أذيته، أنا خليه على يشوف قناة معينة وهذه القناة بها أغاني أو بها تعري أو بها قضايا غلط، هذا أنا مسؤول يوم القيامة. ليش مسؤول؟ يعني أنا مسؤول عن تربيته. شلون تربي بهالطريقة هذه أنه ما يسكت إلا أن يسمع أغاني؟ وهل صحيح أن الإنسان يكبر ابنه وينشئ ابنه على أن يسمع أغاني؟ شقد من الآباء أولادهم معلميهم على سماع الأمور الطيبة، القرآن، وعلى حال أمور جيدة. فهذا إشكال من عندكم، يعني أنتم الأب والأم مسؤولون يوم القيامة. وكملاحظة أقول كملاحظة أنه سمعت أن بعض هاي القنوات مثل طيور الجنة، سمعت طيور الجنة يمكن إنسان أن يحذف الموسيقى، تبقى فقط الأشعار ولكن بدون موسيقى. يمكن إذا يمكن جيد، إذا يمكن واحد يحذف الموسيقى بطريقة فنية، يعني هي القناة عدها الشكل، فهذا أمر طيب. ولكن عموما وعودوا أولادكم على أشياء جيدة، يبكي كذا خليه يبكي، مرة يبكي أنا أقنعه، أجيب له موطة، أجيب له نستلة، أجيب له تشيبس، على أي حال أقنعه شوية شوية أنسي هاي الحالة، أنه والله حتى أخلص من بكاء، أخلص من مشاغبته، أخليه يسمع أغاني. هذا كل ما ينشأ وكل ما يكبر تزيد القضية وتتعاظم وأنت مسؤول عنها يوم القيامة. أبو فاطمة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك سيدنا الله يحفظك؟ صوتك غير واضح أبو فاطم. سيدنا يرحم والديك. نعم. عندي والدتي. مو واضح صوتي يا أخ علي. ألو. صوتك مو واضح يا حبيبي، غير مكانك شوي. سيدنا السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك سيدنا؟ بارك الله فيك. شلونك؟ الله يحفظك. عندي والدتي هذاك تحاسي مثل مرت اخوي او زوجتي، تقول ما حوريكم، ما ابريكم الذمه، ويظل ينفلق يقول يا عم شلون ما تبرين الذمه؟ فيها اشكال. ادري شنو يعني ما تبرين الذمه؟ شو مسوين هذول زوجات يعني ماكلين من عندها، حاكين عليها، مسقطيها، يسبوها؟ لا باسل نوبات مثلا تصير شغلة بالبيت فتال، يعني مقصرات الزوجات مقصرات.
لا لا النوبات حتى النزاح تصير، بس يقول حتى النزاح احنا ما نريد نخاف منه. صحيح واضح يا اخي. اي ولا صار اشكال يعني ذا مقصرات وهاي، يقول يا ابو غير نعرف علي ما تقولين الذمه. واضح حياك الله عين. شوفوا اخواني قضية براءة الذمة، الانسان لما ينظلم بشيء ولما عليه حال يسلب حقه بشيء او ينذل في قضية، انا ما ابرئ ذمة من يذلني او ما ابرئ ذمة من ياذيني، ما ابرئ ذمة من ياكل حقي، هذه انا اللي حق ان ما ابرئ الذمة. الانسان اللي المتجاوز على حقي والانسان اللي يسقط شخصيتي أو يهيني هو مسؤول يوم القيامة أن على حال يجاوب الله سبحانه وتعالى على هذا الظلم. فأنا بكيفي أقدر أن أبرد الذمة أو ما أقدر أبرد، يعني أبرد الذمة أو ما أبرد الذمة، هذه بيدي أنا. فالصحيح لابد الناس أن هم يواظبوا أن لا يعتدوا على الآخرين. يعني هاي الأم أم الزوج ليش تقول أنا ما أبرد ذمتكم؟ لأن أكو أشياء يسووها أو يعملون أو يقولون أو يفعلون أشياء اللي جاي تتأذى هاي الأم أم الزوج، فتقول أنا ما أبرئ ذمتكم. فزين إحنا ليش نتصل نقول سيدنا هذه شلون شلون شنو شلون؟ زين أنتوا غيروا طريقتكم، لا تأذوها، لا تسلبوا حقها، لا تحشون عليها، لا تهينوها، حتى على حال لا تصير مشكلة في ذمتكم. إحنا ما نجي نقول تعي أبرئ الذمة، نجي نقول للمتجاوز أو للإنسان المقصر أن لا تقصر، أنت لا تخطأ. جاي تقول يا جماعة أنا ما أقبل أن تهينوني ولو بالمزاح، ما أقبل أن تسوون شيء اللي حتى لو مزاح ما بديكم الذمة. إحنا لابد أن يعني نضبط أنفسنا. أما بعدين إن شاء الله تقعد تجيب الهدية لعمتها أو كذا، مرت عمي إبريلي الذمة، يحاول أنه إنسان يطيب خاطرها. ولكن عموما الإنسان لابد أن يواظب ألا على أي حال يظلم الآخرين وبعدين يطلب العفو من عنده. إخواني إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويجعل عاقبة أمرنا وأمركم خيرا ويوفقنا لما فيه الخير والصلاح ويعجل في ظهور إمام زماننا ويجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه. إخواني لا تنسوا الشهداء من الدعاء بالرحمة والغفران والجرحى والمعوقين بالشفاء العاجل والصبر على البلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما فيه الخير والصلاح، يحفظ أولادنا من الانحراف ومن الانزلاق في الانحرافات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ولا تنسوني أيضا والدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.